السلام عليكم ورحمة الله. أنا أبدي الولد المتوفي الملقب اسم فضول سعد. الابن ديالي كما بغي يكون الحل لأنه طرف من الكبدة ديالي ومشى ضحية، ما مشاش حديثة سير لأنه مشى مغدور. وهذا الابن شاب باقي في العمر ديال 23 سنة، باقي الخير في الله سبحانه وتعالى وفيه هواية. ما بغيش هذاك الولد ديالي يمشي هكذاك هباء منطورة، لأنه باقي كنتسنى، بغيت فيه الخير، بغيت يتعاون معايا، بغيت يجر معايا بزاف ديال المسائل، بغيت يقودها معايا. لا انا ولا الام ديالو ولا الخوت ديالو ولا العائله ولا الناس كاع اللي كيساندون هنا من الجيران من القريب ومن البعيد، كلهم كيعرفوا العلاقه تاع سعد ولدي. انسان مخلاق، انسان طيب، ما كيديرش حاجه اللي كتمس بزاف ديال العلاقات. وكما كنعاودوا نقولوا ونعاودوا ندوا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يحل لي المشكل ديال هاد الدري ولدي، لان كون موت عاديه غادي ناخذها بروح رياضيه ونضحك وما كاينش مشكل، ولكن ولدي مشى مقتول يعني مغدور. وكنتناجد وكنطلب الله سبحانه وتعالى، وراني كنشكر هذا المنبر، كنشكر السلطات المحليه انها قيمه بالواجب، ولكن لحد الساعه راني كنطلب منهم باش يعاودوا يستدعوا العناصر كلهم اللي كانوا معاهم، منهم العيالات ومنهم رجال. وكنطلب من صاحب الجلاله الله ينصره ويطول العمر ديالو باش يدخل على الخط ويحل هذا المشكل. الحادثه تاعت ولدي لقيت اللي عيطوا عليا الناس، مشيت مع الخمسه ونص على الصباح، مشيت لقيته في السبيطار بنو رشد في المستعجلات، ضحايا ديال 3 أو 4 ديال الناس هما مورتيك تمايا. دخلت لقينا الازعاج، كان نسالوا الناس ما قالك حنا جابوه لينا بحال ما هكا. لقيت اللي خرجت لبرا كنتسنى، عيطوا عليا صحاب الاصدقاء ديالو اللي عندهم لومبيلونسات، حتى هما كيستعملوا مع السياره ديال الاسعاف. قال لك اودي حنا كنتسناو الساك ديال الحوادث السير. رغم ذلك جاو الناس ديال الحوادث السير، قال لك اودي تبعنا الساك، تبعته من بنجيه وريحت معاهم تما، وكيسولوا فيا كيفاش الواقعه ديال الولد ديالك، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش. اخير المطاف قال لك اودي هذا الملف هذا خاصنا نردوا التعليمات للسيد الوكيل العام، لانه هو اللي غادي يقدر يدخل على البت هذا المشكل هذا. لان الابن ملي جاهم النسخه ديال التقرير كيلقاو الابن على انه ماشي متعاديه، لانه فيه بصمات في الذات ديالو. والابن انا كندوي وانا كنفتخر بها كما بغي يكون الحل. الشاب صحيح ما مريض ما مقيوس ما كيعاني حتى شي حاجه، الصحه ديالته على احسن ما يرام. وكان الابن كان رياضي وكان نقي ومتخلق بعلاقته مع الناس ومع الزبناء ديالو في العمل، وسمعه طيبه. وانا كنفتخر بالناس اللي جاو ساندونا في الزياره ديالته في الدفن ديالو، لان كانت جنازه كبيره كما بغي يكون الحل. ما تصورش على البال كيفاش غادي نشرحها لكم، لان الاب ديالو والطريق كيفاش بقاو في السياره. لان الوقيته اللي مشيت انا للبلاصه ديال الرومبونشال كنسقسي كنلقى السياره ما لقيتهاش، ولكن كنلقى غير الاثر ديال السياره في واحد الساريه، حيت كنسول الناس تما السكان وربما الناس دوك صحاب الهوندات. قال لك اودي على ان راه لومبيلونس لقيناها في حداتها قيس هاد الساريه، والابن راه مريوح في الشارع بعيد. هذا هو البيت القصيد. انا ولدي صحابك السيده تنتسنى في ولدي يجيبوا لي، ما جابوش ليا، قالوا لي ولدي مقتول، حسبي الله ونعم الوكيل. انا تنطلب من الناس اللي تيشوفوني ولا تيعرفوني يطلبوا لي الرحمه، ويا ربي تاخذ الحق فيهم، انا ما مسامحاش ليهم. تنطلب من صاحب الجلاله نصر الله يوقف معنا ويشوف هذا الشيء. ولدي ضاع ليا، ولدي باقي صغير، ولدي باقي صغير، غصبوني فيه. نطلب من ربي ياخذ لي فيهم الحق يا ربي يا ربي يا ربي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي تاخذ لي حق فيهم يا ربي. انا تنطلب من الناس يوقفوا معنا يا سيدي يا ربي يا ربي.